عودي نحن وياكم للشوط الثاني ولحظات قليله، دقيقه قليله، الشوط الثاني رح يبلش. يعني مثل ما تابعنا الشوط الاول كان شوط رايق كثير بين الفريقين. فريق الصفا كان عنده عده محاولات، فريق الاخاء نوعا ما كان عنده محاولات اكثر، بس المحاولات كلها باقت بالفشل. هلا بنشوف اذا صار في اي تغيير اي تعديل على تشكيلة الفريقين بالإعادة. خلينا نشوف فرصة كانت لفريق الصفا مع تسديدة كانت من كريم سامب حجي لاعب السنغالي، بس ما كانت خطرة. هيدي الكرات الأخطر فينا نقول بالشوط الأول، كارلوس ألبرتو، كرة رأسية من كارلوس ألبرتو، حلو كتير من حسن محمد هالكرة على المسطرة. كارلوس ألبرتو ما صاب المرمى، لو صاب المرمى كارلوس ألبرتو يمكن كنا شفنا الهدف الأول بالمباراة. هون محمد كرحاني كان عم يبعد الكرة، والشاكر وهبي كمان عم بيخلص مرمى فريقه. يعني الفرص مثل ما شفتوا قليلة، الفرص كانت نادرة كتير بالشوط الأول. ما بعرف شو عنده جاسبرت ليقوله، شو عنده أبو الهيل ليقوله للاعبي الفريق. أحمد حجازي قدامنا بحديث مع محمد عطوي، ايضا شاكر وهبي فريق الاخاء اللي صار موجود بارض الملعب بانتظار فريق الصفا. فريق الصفا والحكام يلي بعد ما ظهروا لارض الملعب. احمد حجازي هو هداف الفريق الموسم الماضي، 11 هدف، هداف كان الاول من ناحيه اللاعبين اللبنانيين. احمد حجازي يلي رجع لفريق الاخاء الاهلي علي من بعد ما كان إعارة من فريق العهد، رجع لفريقه لفريق العهد، مرة مع فريق العهد بس بصورة نهائية. فريق الإخاء اشترى عقده لأحمد حجازي مثل ما اشترى عقده لكريم درويش. خيارات كتير عنده إياها أبو الهيل، وخيارات كتير عنده إياها جاسبرت كمان على مقاعد الاحتياط، جانب من جمهور فريق الصفا وفريق الإخاء الأهلي علي بهالمباراة. عم نشوفهم، يعني فريق الإخاء جمهوره على يمين الشاشة أو على يمين المنصة، وعلى يسار المنصة جمهور فريق الصفا. هلا أخذوا بريك الفريقين. أستاذ وائل شيب يلي عم يتابع المباراة من مدرج فريق الإخاء الأهلي عليه، فضل يقعد على المدرج. وهون دخول فريق الصفا. هل الصفا بالشوط الثاني رح يكون أفضل من الشوط الأول ويخلق الفرص المطلوبة يقدر يعمل شيء قدام فريق الإخاء؟ كارلوس لومبا وحديث هون مع حسن ديب بانتظار انطلاق الشوط الثاني من هالمباراة. الواضح انه ما راح يكون في اي تبديل على تشكيلة الفريقين مع انطلاق الشوط الثاني، يعني بعدهم جاسبرت وابو الهيل عم بيعتمدوا على اللاعبين يلي بلشوا الشوط الاول. ثلاث لاعبين من فريق الصفا عندهم انذارات، هن فلو سار، حسين شرف الدين، وعمر الكردي، مقابل انذار للشادي سكيف من احتياط فريق الاخاء يلي كان عم بيعترض على قرار الحكم. الحكام يلي عم يتاكدوا من الشباك قبل انطلاق الشوط الثاني، والشوط الثاني يلي رح يبدا على امل شربي نشوف شوط ثاني افضل فنيا من الشوط الاول. لكن يلي عم يتابعوا شاشه الام تي في يقدروا يستمتعوا بهالمباراه. بس ما بدنا ننسى ونحكم ونظلم اللاعبين، الشوب والحرارة والرطوبة كتير عاليين. يعني طبعا الأمر الوحيد يلي ممكن يغير من صورة المباراة هو نشوف الشباك عم تهتز بوقت مبكر من الشوط الثاني. الإشلاء يسجل الصفا، الإشلاء يسجل الإخاء، وتنطلق المباراة بصورة جديدة. مثل ما ذكرنا الشوط الأول سلبي، غلب عليه الحذر، غلب عليه عدم الجرأة والشجاعة من قبل الفريقين، وبالتالي النتيجة كانت سلبية لحظة انطلاق الشوط الثاني بهالأثناء. والكرة الأولى الصفوية مع أحمد جلول بيلعب الكرة على الجهة اليسرى، ترجع على الخلف لعند حسين شرف الدين، شرف الدين من نوع عند فالو سار. بدون ينتبهوا كتير منيح مدافعي الصفا، قلبي الدفاع سار وشرف الدين عنده الانذار، وبالتالي بأي لحظة وبأي غلطة ممكن نشوف الصفا عم بيلعب بعشر لاعبين. طبعا هيدا ما بيأملوا الصفويين. بالوقت يلي حسن ديب سلسلة تمريرات مع أبو عطيق وكارلوس ألبرتو، الكرة الأمامية للسريع أحمد حجازي، أحمد حجازي داخل منطقة جزاء، شو ممكن يعمل بهالكرة؟ أحمد حجازي عم يخسرها، تغطية ممتازة كانت من حسين شرف ترين بتروح لعند زين طحان، وأيضا التدخل هون من حسن ديب إلى خارج أرض الملعب.
رمي التماس راح تكون لمصلحة الصفا منتو شك يعني. صحيح روبرت جاسبرت وعبد الوهاب أبو الهيل ما غيروا، لكن من دون شك ما حتتأخر كتير التغييرات. كل لاعبي الإخاء الأهلي علي عم بيقوموا بعملية التحمية بالوقت الحالي، بالمقابل ولا أي لاعب من الصفا بحاجة أكيد لتنشيط الناحية الهجومية، وهذا الأمر بخص الفريقين مش فريق واحد بس بهالمباراة. فشو راح تكون أوراق روبرت جاسبرت، شو راح تكون أوراق عبد الوهاب أبو الهيل؟ هذا الأمر يلي راح نعرفه خلال مجريات الشوط الثاني من هاللقاء. كرة بالخلف عند كارلوس لومبا البرتغالي بيختار يلعب الكرة الطويلة للبرازيلي، كنترول ممتاز من كارلوس ألبرتو، لعيب كارلوس ألبرتو أيضا. تمرير لأحمد حجازي كانت عم تنقطع، تبقى الكرة عند محمد عطوي، محمد عطوي عم يحافظ على كرته رغم تدخلات الصفوية. قرقاني منه للومبا، محمد عطوي أيضا للخلف لعند كرحاني، تمريرات ممتازة حاليا من قبل لاعبي الإخاء عم ينجحوا انه يحافظوا على كرتهم، مع حسن ديب عم يخسرها لكن مع خطأ من زين طحان. صحيح خسرها حسن ديب لكن الخطأ كان عم يرتكبوا عليه الطحان. كارلوس لومبا وركل الحرة، هيدا هو حسن ديب القادم من الإصلاح البرج الشمالي. كرة ملعوبة من محمد قرحاني أيضا باتجاه حسن ديب. من جديد قاسم حايك هو يلي لعب الكرة الرأسية، كارلوس لومبا أيضا محمد عطوي. الإخاء يبدو نشيط مع بداية الشوط الثاني من هاللقاء، لكن أيضا التمريرات العشوائية، التمريرات غير المركزة عم تسبب بخسارته للكرة بالوقت يلي في فرصة هون ممتاز جدا. خروج شاكر وهبي كان أمام كريم حاجي، ممتاز جدا خروج شاكر وهبي أمام كريم حاجي قبل ما يوصل المهاجم السنغالي للكرة، يعني لعبت بظهر الدفاع مرت عن كارلوس لومبا وكادت توصل لحاجي. بوسط الملعب مجددا محمد ابو عتيق، كارلوس البرتو، حسن ديب بالانتظار على الجهه اليسرى، كارلوس البرتو عم يروح لحاله عم يحمي كرته وعم يحصل على الخطا من قاسم حايك، والانذار بوجهه للرقم 6 جميل رمضان، ما في مزح معه. الانذارات بشكل سريع عم ترفع، وانذار مبرر من دون شك على قاسم حايك بعد المسك على كارلوس البرتو اللي كان طلع منه بدريب الممتاز جدا. شوفوا بالإعادة كارلوس ألبرتو بيحمي كرته بشكل جميل. كرحاني كرة لعند العطوي، محمد عطوي من جديد لعند أبو عتيق، أبو عتيق منه لعند حسن ديب أيضا الكرحاني، الكرة للأمام مقطوعة من الحايك بتروح لعند حسن ديب بحافظ على كرته، حسن ديب، حسن ديب عم يسقط ما في أي خطأ، والكرة إلى رمي التماس للصفا بالوقت يلي حسن ديب موجود على أرض الملعب. رمية التماس مرة جديدة رح تتنفذ عن الجهة اليمنى مع زين طحان. جميل رمضان بيطلب تنفيذها من المكان المفترض تتنفذ منه بالوقت يلي عم نشوف هون خطأ كارلوس لومبا بالسماح لها الكرة انه تتخطى، وكاد حاجي يستفيد منها، وحاجي هالمرة عم يتعرض لخطأ. الاحتكاكات فارس عم بتزيد، وكريم حاجي هو محور اللعب الصفاوي حاليا. خمس دقائق على بداية الشوط الثاني، هون الخطأ يلي عم نشوفه لصالح فريق الصفا، مطالبة كان من فريق الصفا انه انذار، يعني انذار اول لفريق الاخاء لانه فريق الاخاء اخذ انذار بس على لعبه الاحتياطي شادسكي، بينما اربع لاعبين من فريق الصفا عم يحصلوا على بطاقات صفر. حاليا اللعب متوقف بانتظار الامور وبانتظار نشوف
لاعب الإخاء محمد أبو عطيق عم يرجع يقوم. محمد أبو عطيق اللي تعرض هون للإصابة من بعد الفاول اللي ارتكبه محمد أبو عطيق. اعتراض كبير عم بيكون من جمهور الفريقين، ما حدا عاجبه نتيجة المباراة، بدهم الفوز، كل واحد بده ثلاث نقاط، والثلاث نقاط تعرفوا بمثابة ست نقاط وتكون المواجهة صفا إخاء. محمد أبو عطيق مازال على أرض الملعب، بده يبلش يفكر أبو الهيل شوي بتبديلاته. وحبيب الشويخ بتصور أنا التبديل الأنسب اللي لازم يكون لاعب ينزل بحرك المنطقة كلها. من ناحية لاعبي فريق الصفا بلشوا عملية التحمية كلهم، وروبرت جاسبرت يلي رح يستعين أكيد بأحد اللاعبين ليكون موجود بالتشكيل الأساسية. أبو عطيق عم يظهر من الملعب مصاب ليتلقى العلاج خارج الملعب، لنشوف إذا رح يقدر يتابع المباراة أبو عطيق أو لا. الجهاز الفني واللاعبين الاحتياط لفريق الصفا، وسام خليل مدرب الفريق، روبرت جاسبرت المدير الفني، والخطأ الصفاوي بهالوقت على التنفيذ أحمد جلول. أحمد جلول يلي انتقل هالموسم لفريق الصفا، رجع لفريقه السابق لفريقه القديم. محاولة صفوية في ركلة ركنية أو في ركلة مرمى بانتظار الحكم يلي بيقول في ركلة ركنية. حكم المباراة جميل رمضان بيرجع بيقول في ركلة مرمى، كان عم بيطالب محمد الحايك بركلة ركنية. الوقت عم بيمرق، الوقت عم بيمر، وبانتظار أبو عطيق إذا رح يتابع المباراة أو لا. حاليا فريق الإخاء الأهلي عليه بعشر لاعبين بأرض الملعب، بانتظار كابتن الفريق ليرجع أبو عطيق ويرجع يعطي روح جديدة للفريق، لأنه وجوده لأبو عطيق كتير مهم بوسط الفريق. أمامية أحمد حجازي، أحمد حجازي، أحمد حجازي كان بيقدر يلعب أفضل من هيك، كان بيقدر يكسر أحمد حجازي، كان بيقدر يسدد، كان بيقدر ينطلق، فضل يمرر لحسن محمد. يعني أحمد حجازي وحسن محمد الأمور ما رح تكون أبدا سهلة على الفرق يلي رح يواجهوها هالموسم. فريق الإخاء الأهلي عليه كرة الكرحاني عم يتركها لخارج الملعب لتروح ركلة مرمى. عبد الوهاب أبو الهيل بيرجع بيقوم لمتابعة المباراة، عم بحضر حاله ليتابع المباراة. حاليا أبو الهيل بانتظار إشارة من الحكم يلي بيسمح له هون جميل رمضان إنه يرجع يدخل لأرض الملعب، وبترجع صفوف الإخاء بتكتمل مع عودة عبد الوهاب أبو الهيل. يعني هيك نوع من المباريات وتكون الحذر فيها كتير كبير، يمكن هدف واحد يحسم اللقاء بين الفريقين. كرة عالية، واليوم عم بقوم بدوره مثل ما لازم مدافع فريق الصفا فالو السار، خاصة بالكرات الرأسية عم بيقدر يتعامل معها. الكرة اجتازت خط الملعب وفي رمي التماس، عمر كردي ما رح يلحقها، عمر كردي ما رح يلحقها أبدا. رمي التماس لفريق الإخاء، جميل رمضان بشير لمحمد قرحاني، منين منين بده ينفذ الكرة؟ لومبا اللاعب البرتغالي يلي كان يلعب بالبرتغال قبل ما يوصل لفريق الإخاء الأهلي عليه. كارلوس ألبرتو بمرر لأحمد حجازي، أحمد حجازي ذكي كتير، فالوسار، فالوسار بجسمه بيتفوق بالمواجهات يعني يلي رح تكون على أحمد حجازي، لأنه بيقدر يحمل كرة بجسمه كتير منيح، وهذا الشيء اللي صار وهذا الشيء اللي شفناه. ورمي تماس جديدة عم بتكون لفريق الصفا يلي عم بيجرب فريق الصفا يخلق الخطورة على فريق الإخاء الأهلي عليه مع زين طحان. كرة حاليا ما زالت مع قاسم الحايك، قاسم الحايك لعمر الكردي، قاسم الحايك تنقطع الكرة وبتروح سريعة لفريق الإخاء يلي بلش يعتمد أكثر وأكثر على الكرات الطويلة يلي ما عم تعطي نتيجة أبدا مع دفاع فريق الصفا. حسين شرف الدين وفالو سار يلي عم بيقوموا بوجبهم شربيل
مثل ما لازم لهلا من بداية المباراة، لأن وقت نطلع نتيجة 0-0 يعني دغري منقول الدفاع كان مع الصفا أو مع الإخاء عم بيقوم بواجبه مثل ما لازم. فعلا طبعا الأداء الدفاع والمسيطر بالوقت الحالي، انتظار هدف، انتظار أول نتيجات لواحد من الفريقين بالوقت يلي أيضا الترقب لنتيجة مباراة شباب البرج والتضامن صور يلي فيه الكونيه أنه الدقيقة 87 كانت عم تحمل هدف لشباب البرج من ركلة جزاء سجله علي بزي لاعب النجمي السابق، 2-1 النتيجة أصبحت لمصلحة شباب البرج بالدقيقة 87. طبعا شباب البرج بمواجهة التضامن صور، فمين رح يكون تاني فريق بدوري ألفا عم يحصل على 3 نقاط على عهد بذكر رح يغيب عن أول مرحلتين بالدوري بسبب ارتباطه بنهائي منطقة أرباتيا لكأس الاتحاد الأسيوي. كل توفيق للعهد بمهمته الأسيوية ويروح للمباراة النهائية ولإشلاء يجيب الكأس القارية إلى لبنان مع كرة ملعوبة من محمد أبو عطية على جهة اليسرى حسن ديب، حسن 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 عم يجرب يتقدم، حسن ديب في مواكبة من 3 لاعبين صفويين عم يسكروا الطريق على حسن ديب يلي بحافظ على كرته بعيدة للخلف لعند محمد قرحاني، قرحاني 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 أيضا بينقل الكرة للخلف لعند نادر مروش. مرة جديدة الإخاء عم يحاول ينظم صفوفه، بطبيعة الحال الإخاء الأكثر تنظيما، هيدا أمر واضح بالوقت يلي من خلال التنظيم عم يقدر يوصل على الطرف الأيمن ويلعب الكرة العرضية والرأسية أحمد حجازي بعيدة عن مرمى ربيع الكاخي يلي رح يقدر يسيطر عليها من دون شك، تركها إلى خارج أرض الملعب ربيع الكاخي خوفا من ضغط حسن ديب. كرة مجددا بوسط الملعب بالوقت يلي بلش يتحضر التبديل من ناحية الإخاء الأهلي علي حبيب شويخ الرقم 11 أصبح جاهز للدخول إلى أرض الملعب. رح نشوف عبد الوهاب أبو الهيل مين اختار لاستبدال حبيب شويخ. التبديل رح يحصل إذن الحكم سامر قاسم الحكم الرابع راح يرفع لوحة التبديلات على ما يبدو محمد أبو عتيق المصاب. فعلا محمد أبو عتيق المصاب، كل السلامات لأله ما راح يقدر يتابع المباراة، راح يدخل مكانه حبيب شويخ لاعب وسط مدافع بلاعب وسط مهاجم. راح نشوف إذا كان تبديل حبيب شويخ ودخوله للرقم 11 راح يكون له تأثيره. أيضا لاعب سابق بالإصلاح البرج الشمالي حبيب شويخ كارلوس لومبا سريعا بنظف المنطقة، كارلوس ألبرتو مقطوعة فلوسار، الحوار حاليا بالكرات الهوائية لعند حسن ديب مرة جديدة. محمد عطو يشوفوا تضييق المساحات يلي عم يعملوها لاعبي الصفا والبريسنج تحديدا بمنتصف الملعب. يحيى الهندي وأحمد جلول بحاولوا يسكروا خط التمرير على لاعبي الإخاء الأهلي علي، لكن الإخاء عم يتحرك بكثافة عددية بخط الوسط، هذا الأمر عم يساعده بالوقت يلي حاليا في كرة طويلة باتجاه لحسن ديب، زين طحان عم يسبقوا عليها، كارلوس لومبا أيضا بعيدة لعند شاكر وهبي. شاكر طبعا قد بتكون الكرة هالقد قريبة من حارس المرمى واللاعب المنافس قريب منه بصير في إرباك عند الحارس، هذا الأمر يلي حصل مع شاكر وهبي بالكرة الأخيرة. كارلوس لومبا قائد الدفاع الجبلي بالوقت الحالي، وفي هون ايضا خطا لمصلحه الاخاء الاهلي علي. 60 دقيقه مرت، 30 دقيقه متبقي على نهايه المباراه، التعادل السلبي لا يزال مسيطر. اكيد راح نحطكم اول باول بكل النتائج يلي عم بتصير خلال مراحل دوري ألفا بموازاة متابعتنا أكيد للمباريات يلي عم تتم نقلها مباشرة على الهواء، مثل المباراة يلي عم تتابعها من مجمع رئيس فؤاد شهاب الرياضي بجوني. بكرة أيضا رح يكون في مباراة بين شباب الساحل وشباب الغزية على شاشة MTV وعلى 1
السلام زغرتا والبرج مباشرة من المردشية مع كرة حاليا مع الفريق الأحمر، الفريق الجبلي حبيب الشويخ بالكرة الأمامية. هيدا الأمر يلي عم تحدث عنه، التباعد بين خطي الهجوم والوسط عم يخلي اللاعبين يلعبوا الكرات الطويلة، الكرات العشوائية، الكرات يلي لا عم يكون على عنوان من انطلاقتها ولا عم يكون على عنوان لتوصل إله. بالوقت يلي حاليا زي طحان عم يحاول يهجم على الجهة اليمنى الصافرة وخطأ لقائد الصفا، وانذار جديد فارس. يعني انذار جديد هالمرة لمحمد قرحاني. المباراة عنوانها البطاقات الصفر، 6 بطاقات لهلأ الحكم صار عاطي بهاللقاء، 2 لفريق الإخاء الأهلي علي و4 لفريق الصفا. هيدا محمد قرحاني والخطأ يلي صار، يعني بده بطاقة صفراء أكيد مع هالتاكل يلي كان عم ينزل محمد قرحاني، باعتبار الحكم صوفر خطأ. محمد قرحاني كان عم بيقول إنه ما في خطأ لأنه أنا ما دقيت فيه أبدا، بس الحكم هو رجع شوفها على التلفزيون، بس الخطأ تم احتسابه وما في شيء رح يغير بقراره للحكم. يعني يمكن عارف زين طحان يلعبها كتير منيح، والخطأ تم احتسابه والبطاقة الصفراء لمدافع فريق الإخاء الأهلي علي ظهير أيسر الفريق الجبلي. خلينا نتابع ونشوف إذا رح يستفيد فريق الصفا من أي كرة. أنا بتصور الهدف يمكن يأثر كتير ويكون وحيد بهالمباراة إذا فريق من الفريقين قدروا يسجلوا هدف، لأنه نظرا لمعطيات المباراة ومجريات اللقاء والفرص يلي عم تصير ما عم نشوف شي لهلأ. كرة رأسية بعيدة عالية كتير عالية كتير من زين طحان، ما رح تشكل أي خطورة أبدا على المرمى. ملعب الرئيس فؤاد شابي جوني اللي كان بارح استقبل مباراة الحكمة وأنصار حوارة ضمن بطولة لبنان للدرجة الثانية، اليوم عم يستقبل مباراة الصفا والإخاء وبكرة مباراة شباب الساحل وشباب الغزية. 3 مباريات على مدى 3 أيام عم بيكونوا بأرضية الملعب، ومباشرة من بعد هالمباراة في مباراة كمان ودية لفريق الأهلي صربا يلي عم بيخوض غمار بطولة لبنان للدرجة الثالثة، في لمسة يد واضحة على حسن ديب. حسن ديب بتصور يعني صار الوقت أبو الهيل لا تبديل جديد، بينما فريق الصفا بعد ما لجأ لأي تبديل بعده روبرت جاسبرت عم بيعتمد على اللاعبين يلي بلش فيهم المباراة. هل رح نشوف ماجد عثمان بمباراة اليوم، هاللاعب يلي انضم لفريق الصفا وكان عم بيلعب بإنجلترا. نهاية مباراة شباب البرج بالتضامن صور فارس بفوز تاريخي لشباب البرج، فوزه الأول بدوري الأضواء بمباراته الأولى 2-1. إذن هدفي شباب البرج عبر كريست ريمي لورونيون وعلي بزي من ركلة جزاء، هدف للتضامن كان عبر لاعب وسطه الغاني كوفي بوا. يعني خسارة التضامن على ملعبه لترجع منتصر من صور، هيدا يعتبر مين ما كان أي فريق بده يطلع على صور يرجع ربحان إنجاز كبير. فكيف إذا فريق شباب البرج يلي هيدي أول مباراة له رسمية بالدرجة الأولى، من قلن ألف مبروك وهارد لك لفريق التضامن. محاولة جديدة لفريق الإخاء، بس يحيى الهندي عم بيقطع الكرة بمري الريق كتير هاللاعب لمصطفى أنسو. المباريات لهلأ يلي صارت مبارح واليوم عم بيكون فيها أهداف باستثناء هاي المباراة. روبرت جاسبرت عم بحضر التبديل الأول بالمباراة. هيدا الأمور هاي الأمور الواضحة ماجد عثمان يلي كنا عم نحكي عنه، فماجد عثمان عم بحضر حاله لينزل لأرض الملعب بأول احتكاك. زين طحان بيتقدم، زين طحان مع فريق الإخاء يلي عم جرب يدافع وينطلق بالهجمة المرتدة. فريق الصفا عم يجرب يخلق الثغرة يمرق منها، لهلأ ما عم ينجح. يعني الفريقين ما حدا راضي منهم بالتعادل، لأنه وقت تتعادل بتكون عم تخسر نقطتين، بس نقطة أفضل من مشي. الحذر موجود وفرصة لفريق الصفا إذا تمكن كريم صامب حاجي يعمل شيء بهالكرة بفضل رجع خلفية. ما زالت مع فريق الصفا، مع فريق الصفا، محاولات فريق الصفا وتحديدا مع محمد الحاي. الكرة بترفع داخل منطقة الجزاء بيبعدها محمد القرحاني برأسه لخارج الملعب، ركلة ركنية بهالوقت
لفريق الصفا. ركلة ركنية عم بتكون لفريق الصفا. حارس مرمى لخان شكل وهبي يلي عم بيوجه اللاعبين. وروبرت جاسبرت عم بيعطي تعليماته الأخيرة لماجد عثمان. ماجد عثمان اللاعب اللبناني يلي رح نشوفه لأول مرة بدوري ألفا بصفوف فريق الصفا. والتبديل يلي بهالوقت رح يصير قاسم الحايك خارج الملعب. قاسم وبدلا منه ماجد عثمان. هذا التبديل الأول من ناحية فريق الصفا مقابل تبديل كمان وحيد من ناحية فريق الإخاء الأهلي علي. ركلة ركنية بهالوقت شربل خلينا نتابعها ونشوف شو معقول يصير. كورنر إذن خلف الكرة أحمد جلول إلى يساره لشكر وهبي وين راح يلعب الكرة جلول وين راح تحمل معه شي جديد بهالمباراة. جلول بيلعب الكرة على العارضة الأولى فرصة صفوية مقطوعة من جديد راح تنتقل الكرة لمصلحة الإخاء الأهلي علي وسط اعتراضات. محمد قرحاني هو عم يعترض مش حرزاني يا قرحاني بصراحة يعني على الأمور رايقة الأجواء المناخية الحارة مقابلها كان في برودة إلى حد ما من خلال مواجهات اللاعبين مع انطلاق الشوط الثاني من هاللقاء. كرة صفوية بالوقت الحالي مع كريم حاجي بيرجع للخلف اتجاه فالو صار شوفوا حسن لمحمد دغري بيضغط بشكل سريع هو أحمد حجازي اثنين من أسرع اللاعبين إذا ما كانوا أسرعهم بدوري ألفا. مجددا الكرة صفوية بتروح لعند حسن محمد متسلل هالمرة حسن محمد. هذه هي الحالة الأخيرة والكرة المشتركة اللي راحت لمصلحة الإخاء الأهلي علي. يعني الإخاء الأهلي علي والصفا على صعيد بطولة الدوري ولا مرة كان التعادل السلبي حاضر بلقاءاتهم. لا بال عندما كان يرتبط الأمر بمواجهاتهم أهداف كثيرة كنا نشهدها مثل التعادل يلي شهده ذهاب موسم 2017-2018 3-3 كانت النتيجة بحمدون قبل بإياب الموسم يلي سبق فاز الإخاء 4-1 مباراة حملت 5 أهداف بوقتها. عندنا بعض النتائج الكبيرة مثل فوز أيضا صفا عام 2012 بكأس النخبة 6-1 على الإخاء الأهلي علي. ركلة حرة حاليا للصفا الباحث عن هدف أول بهالمباراة. جلول ومصطفى أنسو هن موجودين على الكرة مثل العادة. جلول عم ينفذ الكرات الثابتة. الدقيقة 70 أحمد جلول بانتظار تنفيذ الكرة. جلول بيلعبها مباشرة لداخل منطقة الجزاء. الرأسية كانت قريبة جدا كانت قريبة جدا من عمر الكردي. الكرة تحولت إلى كورنر أيضا تنفذ. كرة عم تنقطع والمرتدة فرصة للإخاء الارتداد عبر حسن لمحمد. حسن لمحمد بالصراع هون مع ماجد عثمان يلي عم يكسب الخطأ بطريقة ذكية. مرة جديدة خلينا نشوف يلي صار بالإعادة. هون عمر الكردي كرته الرأسية خطيرة جدا فعلا كرة عمر الكردي. ركلة حرة جديدة للصفا يلي عم يجرب حاليا عبر سلاح الكرات الثابتة وعبر المتخصص بهيك نوع من الكرات أحمد جلول. أحمد جلول بيحاول يلاقي كريم حاجي. مقطوعة مرة جديدة من حسن لمحمد فرصة للارتداد. فرصة للارتداد مع حبيب الشويخ اللي بيلعب الكرة لأحمد حجازي. لكن لوين يا حبيب لوين يا حبيب بعيد جدا عن أحمد حجازي رغم أنه المساحة كانت موجودة. لا يقدر يلاقي أحمد حجازي بكرة طويلة حبيب الشويخ
الجلول ليحيى الهندي. ماجد عثمان بيستلم وبيسلم سريعا زين طحان. ايضا ماجد عثمان يعني واحد من اللاعبين يلي بالفترة الاستعدادية للصفا ظهر بشكل كتير منيح بدنيا وفنيا. بالوقت اللي عمر كردي فرصة خطيرة للصفا، فرصة خطيرة للصفا، الفرصة الخطيرة للصفا لا تزال داخل ارض الملعب بعد ما ارتدت من علم الكورنر. عمر كردي بيلعب الكرة العرضية ومقطوعة مرة جديدة الى خارج ارض الملعب. عمر الكردي ايضا بحاول يلعب الكرة العرضية. الدقيقة 72 فارس، التعادل السلبي على الصفا حاليا، الطرف الافضل يلي يكون عم عنده محاولات حقيقية وتحديدا من خلال الكرات الثابتة. بهالوقت شاكر وهبي على ارض الملعب تعرض للاصابة، بانتظار شاكر وهبي يرجع يقوم، واللاعبين يلي عم ياخذوا فرصة ليقدروا يرتاحوا شوي ويشربوا مي وتمشي الامور، لانه برجع بقول لكم الحرارة عالية كثير كثير كثير، حتى حكم المباراة عم يشرب مي. شاكر وهبي بانتظار يرجع يقوم، بس بحال إصابة حارس المرمى المباراة بتتوقف، يعني ما فيهم ينقلوا حارس المرمى للخارج لتتم المعالجة، بينما بقية اللاعبين دغري الحكم لخارج الملعب. وفي تبديل جديد بصفوف فريق لخال أهلي عليه عم يتحضر مع شادي سكيف. شادي سكيف يلي عم يدخل لأرض الملعب ومعه إنذار، حامل بطاقة صفراء قبل ما يلعب شادي سكيف بعد اعتراضه بالشوط الأول على قرارات الحكم جميل رمضان يلي ما تأخر أبدا ليرفع البطاقة الصفراء، وهذا بيقدر ولو كان على مقاعد الاحتياط بيقدر يعطيه بطاقة صفراء وبيقدر يعطي اللاعب بطاقة حمراء. شادي سكيف بدلا من مين اللاعب التالي بصفوف الإخاء يلي رح يترك أرض الملعب، فإذا التبديل رح يتم. ومثل ما أنا توقعت حسن ديب يكون التبديل الثاني من ناحية فريق الإخاء الأهلي عليه. حسن ديب قدم مباراة جيدة بأول مشاركة فينا نقول رسمية بالدوري مع فريق الإخاء. حسن ديب اللي انتقل من فريق الإصلاح برج الشمالي. محمد قرحاني بيلعب الكرة لحسن محمد، ما زالت مع فريق الإخاء من بعد ما خسرها ماجد عثمان، تنتقل لحسن محمد بغير اتجاهها ناحية اليمين لعند عواضة. عواضة ما بيقدر يعمل لها كنترول قبل ما تظهر من الملعب رامي التميس. رامي التميس لفريق الصفا. المباراة يلي ماشي بين الفريقين عروة، ناطرين واحد منهم يقدر يهز الشباك، ناطرين واحد منهم يقدر يقود الفريق لثلاث نقاط. كرحاني عم بيقدم مباراة كبيرة مثل عاطفه هاللاعب، بقاتل بأرض الملعب بيلعب بكل قلبه. زين طحان ليحيى الهندي، يحيى الهندي بيلعب الكرة لمصطفى أنصو، مصطفى أنصو بيلعب لداخل منطقة الجزاء مع خطأ على ماجد عثمان، خطأ عم بيكون من ماجد على دفاع فريق الإخاء الأهلي عليه. فريق شباب البرج يلي رحلته لبيروت رح تكون هلأ ممتعة جدا ومبسوطين كتير بعد فوزهم على فريق تضامن سور بسور بنتيجة 2-1. شادي سكيف قدامنا على الشاشة، مين رح يكون التبديل الثاني من ناحية فريق الصفا؟ الوقت عم بمر، بعد في ربع ساعة من الوقت الأصلي، وروبرت جاسبرت لجأ للاعب واحد بس. كرة أمامية من دون خطورة، من دون تركيز، من دون أي أمر بيساعد
انه الفريقين يقدروا يخلقوا الفرص على المرميين بمنتصف ملعب قد ما بتكون اللعب عم بيكون مع خطأ جديد كمان بمنتصف ملعب على مصطفى عنصو. الخطأ كان بهالوقت من سعيد عوضة. سعيد حاليا كابتن الفريق بعد خروج محمد أبو عتيق، لاعبين رقم 7 بصفوف الفريقين هن كابتن الفريق. عم نحكي عن محمد زين طحان من ناحية الصفا، ورقم 7 من ناحية الإخاء سعيد عوضة. جمهور الإخاء يلي ما سكت من بداية المباراة وهو عم بيشجع مع خطأ جديد كمان. حكم بيتابع بيعتبر الخطأ موجود وبيتابع بيعطي الفرصة ليحيى الهندي. يحيى الهندي لمحمد زين طحان، بيتقدم كابتن الصفا. كمان خطأ جديد، الأخطاء عم بتزيد، الأخطاء عم ترتفع خاصة بهالوقت المتبقي من عمر المباراة. يعني بيصير اللاعب يحط كل تقله بخط الدفاع بخط الوسط تما يخلي الفريق الثاني يوصل لمنطقته، فبتكتر الأخطاء ومعقول كتير تكتر البطاقات. شاكر وهبي سهل كتير بين إيديه بيطلع من مرمي وبيلتقط الكرة، بيطلب من اللاعبين طلعوا قربوا. لومبا، كريستيانو لومبا المدافع البرتغالي اللي اليوم شفنا منه أداء جيد من اللاعب البرتغالي. أم كرحاني ما في شيء أبدا. ماجد عثمان ليحيى الهندي، يحيى الهندي لأحمد جلول، أحمد جلول بيرجع الكرة لعند زين طحان، زين طحان بيلعبها أمامية وعمر كردي ما بيقدر يسيطر عليها. مع مرور 77 دقيقة على بداية المباراة من دون ما تتغير النتيجة، من دون ما يتغير الأداء، أداء الشوط الأول كمل لهلأ بالشوط الثاني. ما بعرف إذا آخر 12 دقيقة من عمر المباراة رح يحملونا مفاجآت سارة لواحد من الفريقين، إذا رح نشوف الشباك عم تهتز أو المباراة رح تكون أمورها سلبية ومن دون أهداف. كرة عالية ناحية عمر الكردي، لومبا بيبعد الكرة لاعب البرتغالي، وكرحاني كمان بيهدي والأمور ماشي عم تركض ركة شربيل. بالنسبة للتعادل إذا بقيت على حالة التعادل هو الأبرز، التعادل هو العنوان إذا بدك يلي رح يكون لهالمباراة إذا ما تغير أداء الفريقين بآخر 12 دقيقة من الوقت الأصلي. التعادل السلبي يلي مثل ما ذكرنا ما كان حصل أبدا بين الفريقين بالعصر الحديث على صعيد بطولة الدوري، وذكرنا بعض النتائج بالسنوات الأخيرة اللي سجلت فيها كثير من الأهداف. يعني تعادل سلبي وحيد بتاريخ الفريقين كان ببداية التسعينات، رغم أنه الصفا كان قريب بوقتها أنه يكسر هالتعادل بداية 90 تحديدا. كان في كرة رأسية لقائد الصفا السابق حسن أيوب ما قدر يسجل منها، ارتدت كرته من العارضة وانتهت المباراة بنتيجة 0-0، وهذا كان التعادل السلبي الوحيد بين الفريقين. وعلى ما يبدو اليوم إذا بقيت الأمور على حالة رح نتجه لنشوف النتيجة نفسها. ماجد عثمان هو عم يتلقى الكرة حاليا، ماجد بيحافظ على كرته. ماجد عثمان إمكانات بدنية جيدة عند هاللاعب، طبعا موجود على مقاعد البدلاء بسبب الاصابه، كان من المفترض يشارك بشكل اساسي، شفناه بالمباريات التحضيريه الصفويه كان عم يلعب بشكل اساسي. بالوقت يلي في اختراق هون على الجهه اليسرى ومحاوله عم تتوقف عند سعيد عواضه قائد الاخاء، هو يلي كان عم يوقف المحاوله الصفويه الاخيره مع محمد عطوي. ايضا الكره لحبيب الشويخ، عطوي سوء تفاهم بين اللاعبين، رمي التماس الصفا دائما. يحيى الهندي، زين طحان ايضا، زين بيحاول يسدد من مسافة بعيدة، يعني عم يجرب يلاقي حل، لكن الكرة الى خارج ارض الملعب. سعيد عواده مرة جديدة على الجهة اليمنى، محمد عطوي أيضا، سعيد بحاول يمر، بيلعب الكرة للخلف تحت الضغط لمحمد عطوي أيضا للخلف. بالوقت يلي هالأمور ما بيقدر يعملها نادر مروش بالخط الخلفي، كرة بتروح لعند شاكر وهبي، شاكر بده لعند شادي سكاف، كرحاني بالانتظار. بالفعل شادي بينجح يطلع الكرة مع
القرحاني. وايضا شوفوا كارلوس البرتو وين عم بصير ليستلم بعض الكرات، معزول شعر وكانه زملائه ناسينه ما عم يوصلوا له الكره لكارلوس البرتو، وبالتالي عاد للخلف لاستلام بعض الكرات. وقت يلي سعيد عواض عم ينجح يمر وعم يحصل على الخطا، عم يحصل على الخطا من محمد الحايك. التدخل كان من محمد الحايك على سعيد عواضه. نشوف بالاعاده الخطا يلي احتسبه الحكم. سعيد عواضه موجود على ارض الملعب مصاب بعد تدخل محمد الحايك. ركلة حرة إذن للإخاء الأهلي علي مع حبيب شويخ، هو خلف الكرة بالوقت الحالي. هل رح تحمل معه الفرج للإخاء ولجمهوره يلي عم يتابع المباراة بالمدرجات؟ حبيب على التنفيذ، كارلوس أربيرتو داخل المنطقة، أيضا كارلوس لومبا، أحمد حجازي، حسن المحمد، سعيد عواضة، شلت سكاف، نادر مروش، ومحمد عطوي على مشارف المنطقة. الركلة الحرة إذن. حبيب شويخ شو ممكن يعمل به الكرة؟ حبيب شويخ بيلعب الكرة مباشرة، حلو كتير من حبيب شويخ، والأحلى كانت ردة فعل الربيع الكاخي اللي عم يبعد هالكرة من تحت عرضته. الكرات الثابتة إذن هي المفتاح، هي ممكن تكون الحل. ركلة ركنية إذن للإخاء الأهلي علي، حسن محمد الإخاء عم يرد على سلسلة هجمات الصفا، على سلسلة محاولات الصفا من الكرات الثابتة، وبنفس السلاح من خطأ حبيب شويخ صنع الخطورة على مرمى ربيع الكاخي. وحسن محمد هالمرة من الكورنر ملعوب الكرة على العارضة البعيدة، الرأسية موجودة لكن ضعيفة كانت رأسيته لأحمد حجازي إلى خارج أرض الملعب. بالإعادة مرة جديدة، ذكي جدا حبيب شويخ لعب الكرة مباشرة وربيع الكاخي أبعدها بشكل سريع وبردة فعل إلى خارج أرض الملعب. حارس الصفا مصاب. رح يتلقى العلاج طبعا. ثلاث لقاءات بين الفريقين بالموسم الماضي بين الدوري والكأس وست أهداف، أي بمعدل هدفين بكل مباراة. لكن اليوم ما شفنا الشباك عم تهتز ولا من أي جهة. روبرت جاسبرت ووسام خليل بيأملوا أكيد أنه فريقهم يقدر يحقق الانتصار بمباراة اليوم. يعني ما حدا بيقدر يعرف شو ممكن يصير بالدقائق وبالثواني الأخيرة. امبارح النجم بالوقت القاتل بالدقيقة 90 قدر يفوز بركلة جزاء سجلها فايز شمسين، وبالتالي الفوتبول ما بتخلص أي مباراة إلا مع صافرة الحكام. الدقيقة 85 فارس، خمس دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من هالمباراة، التعادل السلبي. ها رح تبقى النتيجة على حالة أو رح نشوف شيء رح يتغير؟ شو رأيك؟ يعني الأمور خلينا نتابع الخمس دقائق لنشوف إذا الفريقين حدا منهم بده ثلاث نقاط، وإلا راضيين كل واحد منهم بنقطة.
لنتابع ونشوف التبديل يلي عم يتحضر بصفوف فريق اللي خان أهلي علي. تبديل جديد وهو التبديل الأخير، علي مرقباوي. علي مرقباوي جاهز ليدخل لأرض الملعب. علي مرقباوي بدلا من محمد عطوي، هذا التبديل الثالث اللي عم يلجأ لإله أبو الهيل. بينما روبرت جاسبرت عنده تبديل وحيد لهلأ، التبديل الوحيد من ناحية روبرت جاسبرت كان دخول ماجد عثمان، وهيدا علي مرقباوي لاعب كان بصفوف فريق العهد. محمد عطوي عم بيترك أرض الملعب بآخر أربع دقايق. أحمد حجازي بيتعرض للخطأ، اعتراض كان من محمد زين طحان، اعتراض من جاسبرت. شوفوا محمد زين طحان مش كابتن بس، لاعب كمان عنده أخلاق كتير كبيرة، أخلاق كتير عالية. كارلوس ألبرتو بيلعب الكرة لحسن محمد، حسن محمد بده يغير اتجاه الكرة ويجرب يلعبها أمامية. الشيء اللي بيصير لحبيب شويخ منه لحسن محمد، حسن محمد، حسن محمد بيسدد كرة عشوائية، كرة عالية، كرة بعيدة، ما رح تشكل أي خطورة أبدا على مرمى ربيع الكاخي. ثلاث دقائق على نهاية الوقت القصي لزمن المباراة، ما تغير شيء، ما زالت نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين. روبرت جاسبرت يلي عم بفضل انه يخلي التشكيلة يلي موجودة على أرض الملعب من دون ما يدعم بأحد اللاعبين، مع العلم انه في أكثر من لاعب بيقدر يكون موجود بأرض الملعب. جاد نور الدين مثل ما عرفنا كان تعرض لوعكة صحية، جاد نور الدين، بس يوسف الحاج جاهز، يوسف الحاج ليشارك بهالمباراة. القرار الأول والأخير بيرجع للمدير الفني اللي هو بيعرف أكثر أجواء الفريق. من ناحية فريق الإخاء خلص، خلصنا التبديلات. ركلة حرة مع حبيب شويخ، حبيب شويخ اللي بيلعب الكرة عالية، كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء مع تسديدة، تسديدة بعيدة من دون خطورة أبدا عم بتكون من محمد إرحاني. محمد إرحاني اللي معه بطاقة صفراء بعد خطأ كان ارتكبه على محمد زين طحان، فلو سار اللاعب السنغالي. محمد زين طحان بيلعب الكرة لعمر الكردي، عمر الكردي مع ماجد عثمان، ماجد عثمان كرة أمامية، بس اليوم في لاعب البرتغالي كارلوس لومبا متألق دفاعيا، يعني الكرات اللي عم توصل له عم بيقطعها مثل ما لازم، وهذا المطلوب منه للاعب البرتغالي كلاعب مدافع يلي حل بدلا من كريستيان لوكا يلي تعرض لإصابة قوية الموسم الماضي والرباط الصليبي. رامي تميس، زين طحان راح يتقدم ليلعب رمية تميس طويلة يلي بتكون ساقطة لداخل منطقة الجزاء، بيلعب الكرة أمامية في خطأ لصالح فريق الإخاء. يعني الفرص تقريبا الفرصة الوحيدة بمعدل كل 20 دقيقة عم بيكون في فرصة، والفرصة ما عم بتكون خطرة، يعني خطورتها منا كبيرة على المرميين. كرة عالية بيبعدها دفاع فريق الصفا لخارج الملعب. رامي تميس تبديل صفاوي بهالوقت عم بيتحضر مع حسن مهنا، حسن مهنا يلي عم بيستعد ليدخل بهالوقت من المباراة، يعني بالوقت إذا بدكم المحتسب بدل عن ضائع. عمر الكردي خارج أرض الملعب والحكم الرابع عم يستعد ليعلن عن الوقت المحتسب بدل عن ضائع بين الفريقين. الوقت الأصلي يلي انتهى، اللوحة الإلكترونية اللي عم بيحضرها عم بيزبطها الحكم الرابع تأخر ليعلن عن هالشيء لأنه كان عم يعمل التبديل، والتبديل كان مطلوب أكيد بهالوقت. ثلاث دقايق وقت محتسب بدل عن ضائع، ثلاث دقايق قدام الفريقين،
ثلاث دقائق بثلاث نقاط اذا حدا قدر يحسمها ويحسم الامور، والا الامور منتهيه الامور. اول تعادل سلبي رح نشوفه بدوري الفا لهالموسم، بثالث مباراه بكره بيبقى مبارتين، السلام صغرتا والبرج، شباب الساحل وفريق شباب الغازيه يلي رح نتابعها مباشره من جوني. مرقباوي على الجهه اليمنى، مرقباوي ما عم بيقدر يستغل الكره، بيخسر الكره مرقباوي وبيرتكب الخطا. ما بتصور كان عليهم ضغط الحكام بهالمباراه، الامور كانت سهله، الامور كانت واضحه. وفي تبديل جديد كمان، ما بعرف شو الهدف، هل هالهدف روبرت جاسبرت اضاعه الوقت وحصد النقطه مع محمد فحص. محمد فحص لاعب وصل لفريق الصفا الموسم اعاره من فريق العهد. يعني التبديلين اللي اجريهم روبرت جاسبرت، حسن مهنا ومحمد فحص، كانوا ابتداء من الدقيقه 90. هيدا بدل وقت بده ينزلوا اللاعبين بهالوقت انه المدرب راضي عن التعادل وعم بجرب يمرق الوقت لياخذ النقطه. يعني اللاعب وقت بده ينزل بدقيقه 90 او بال91 شو بده يعمل؟ شو بده يغير ليغير بالمباراة؟ حتى لهلا محمد فحص بعد ما نزل تبديل صار جاهز. هون الخطأ يلي صار لصالح فريق الإخاء الأهلي علي. كريم صامب حجي اللاعب السنغالي خارج أرض الملعب، يعني بين ما يوصل كريم وبين ما يدخل محمد فحص الحكم ما رح يتأخر أبدا ليعلن نهاية المباراة بين الفريقين. آخر محاولات فريق الإخاء يمكن تكون بهالمباراة، المحاولات الأخيرة إذا بدهم يهزوا الشباك أو رح يطلعوا الفريقين حبايب من هاللقاء من دون أهداف وكل واحد منهم بياخذ نقطة. حبيب الشويخ بيلعب الكرة على مشارف حدود منطقة الجزاء، الخطر موجود. مرقباوي 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 بيخسر الكرة، المرقباوي هي الكرة الثانية على الطويلة اللي عم يخسرها. الحكم عم بيطلع على ساعته جميل رمضان، ما راح يتأخر أبدا ليعلن نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. ما حدا منهم نجح أبدا إنه يهز الشباك. في كتير أمور بده يبقى يحكيها أبو الهيل وكتير أمور بده يحكيها روبرت جاسبرت من بعد هالمباراة، وقت يعملوا فيديو سيشن ويشوفوا الفيديو ويشوفوا المباراة وين كانت الأخطاء، علما انه فريق الصفا برجع بذكر بغيب عنه أكثر من لاعب بمباراة اليوم، بينما صفوف فريق الإخاء الأهلي علي بغيب عنه بس بلال نجدي. فإذا النتيجة 0-0 هي النتيجة النهائية لهالمباراة من حيث النتيجة، وكل التوفيق للفريقين بالمباريات المقبلة. لهون نوصل نحن وياكم لختام لنا المباشر للمباراة عبر شاشة الام تي في من مجمع الرئيس فؤاد شيب بجوني. الصفا 0 الإخاء الأهلي علي 0، مباراة جديدة بكرة بختام المرحلة الأولى رح تكون بين شباب الساحل وشباب الغزية. من هلا لبكرة لكم منا أطيب التحيات.